السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ألو مكملين. عبد الفتاح السيسي فكر يعمل حاجة جديدة على العالم اسمها ملتقى الشباب العالمي أو الملتقى العالمي للشباب، سميها كما شئت. حب عبد الفتاح السيسي يأتي بشيء جديد، حب عبد الفتاح السيسي يقول العالم أنه بيعمل حاجة تجمع كل شباب العالم، يقعدهم قدامه الأبيض والأشقر والأسمر ويقعد ينظر عليهم، يديهم زي ما قلنا امبارح من خبراته العملية الجامدة جدا. ولكن سبحان الله شاء هو كده، ولكن شاء رب العباد حاجة تانية خالص. شاء ربنا ان الناس تقعد تتريق على كل حاجة بيقولها في المؤتمر ده، يطلع مسخة، يطلع ملوش لازمة، يطلع كل الكلام اللي بيقوله بيتاخد عليه أكتر ما بيتاخد منه. تخيل ان حتى امبارح انتصار السيسي بتقول لك انا سعدت جدا بالشباب وارجو ان انا اكون افدتهم. انتصار السيسي مفكرة ان هي افادت الشباب كمان. عموما بغض النظر عن الكلام ده كله، السيسي بيقول كلام خطير جدا في طيات كلامه أو نقاشاته مع الشباب. بص تلاقيه يقول كلام ليه معاني مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. قال إيه مثلا؟ النهاردة الصبح هو بيتكلم قال لك الشعب المصري مش هيعارض لو القوات اتحركت علشان تدافع عن أمن دول الخليج. ده خبر عندي مش أنا اللي قايله، تقريبا من جريدة الوطن بتاعة السيسي. قال لك المصريين مش هيعارضوا ان الجيش يتحرك ويطلع بره حدود مصر ويروح يدافع عن دول الخليج. يعني ممكن تلاقي الجيش بيحارب في اليمن، ممكن تلاقي الجيش داخل في حرب مع ايران مثلا. ادي الخبر عاجل، صحيفة اليوم السابع المصرية نقلا عن السيسي: اذا تعرض امن الخليج للخطر وتهديد مباشر من اي احد فان شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه. ويبدو أن عبد الفتاح السيسي في الكلام ده بيقول أو بيوجه أو بيلمح أو بيمهد لأن القوات المصرية ممكن تشوفها بكرة رايحة اليمن أو تشوفها رايحة السعودية أو غير كده. صحيفة الوطن بتأكد نفس الخبر عاجل: السيسي: الشعب المصري لن يمانع تحرك قواته لدعم أمن أشقائه بالخليج. الكلام ده قاله النهاردة خلال كلامه في منتدى شباب العالم. جميل جدا، بس هو في سؤال بسيط كده لمؤاخذة ولو ما فيهاش إساءة أدب، يعني هي القوات دي ليه ما بتحميش المصريين؟ القوات اللي بيقول عبد الفتاح السيسي انها ممكن تطلع علشان تدعم الخليج وأمن الخليج والمواطن الخليجي والرز الخليجي والبشت والعجال الخليجي، انا ما عنديش مشكلة ابدا مع اهل الخليج اهلنا، ولكن هو ليه الناس دي او ليه الجيش ده او ليه القوات دي ما بتتحركش عشان تحمي امن المصريين؟ امن المصريين اللي اتقتل منهم حوالي 42 في 3 ايام، سواء اللي اتقتلوا في المنيا او اللي اتقتلوا في المقابل واتقال ان هم دول اللي قتلوا اللي في المنيا. احنا عندنا قتل جريمة وجريمة تانية بيقول ان دول اللي قتلوا، يعني جريمة للتغطية على جريمة تانية. دول يا ترى فين القوات دي من حماية امن الشعب المصري، من حماية المواطنين المصريين اللي قدامنا على الشاشة؟ فين القوات دي يا جماعة؟ عايزين نسأل وعايزين نعرف وعايزين نفهم ايه اللي حاصل. احنا ليه ما بنشوفش القوات دي بتدافع عن ولادنا وبتحاول تكون سد منيع في البداية ان ما يحصل لهمش حاجة، زي ما احنا شايفين عايزين من السيسي او من اللي بيصدقوا السيسي او من اللي بيسمعوا السيسي اي حاجة تقول لنا او اي حجة يبرروا بيها الخيبة التقيلة اللي هم فيها. السيسي كمان لسه بيلعب على نغمة يا نحكمكم يا نقتلكم، يا سوريا والعراق يا سوريا والعراق يا اما انا. ما هو هو انيل من سوريا والعراق. بيقول المصريين ايه، عندي فيديو هو بيقول لما تسأل عن الحكم للابد احد الناس الحاضرين بالاتفاق بقى او مش بالاتفاق سالوا عن الحكم للابد. السيسي في الاول ما كانش واضح وقعد كالعاده يلففه حلزونه يما الحلزونه، وفي الاخر قال له الكلمتين اللي فيهم الخلاصه: الزتونه يعني زي ما بيقولوا.